يا جدعان بالونه اهي مطلوب من امي تشيل الكوبايه بالبالونه كده. ايه استا يا حبو، يلا اديني اللقطه. اللقطه اهي، بسم الله الرحمن اهي. بالله عليكي 100 جنيه من 200 جنيه. لا والله بعيني اهو. بص امي بس اقسم بالله. ايه هتعملي ايه؟ مش انت هناخد ال 100 جنيه؟ انا هاخدها من غير ما تلمسي الكوبايه بايدك. طب ايه رايك بقى في الفكره دي؟ اهلا ماما سناء. اهلا بيك. اهلا حمو منورني. الله يخليك يا رب. طبعا مشاهدينا شفتوا دلوقتي الفيديو اللي شفناه مع بعض للتحدي، كان اول تحدي بين حمو وماما سناء عن المسابقات. انا طبعا الاول بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم بيت زمان، واحنا منورينا النهارده في الاستوديو ابطال من ابطال السوشيال ميديا اللي دخلوا بيوتنا في السنه الاخيره كلنا حبيناهم. حمو اهلا بيك، أهلا منورنا بيك. الله يخليك يا رب. وماما سناء الجميله اهلا بيك منورانا. عملوا طبعا فيديوهات مع بعض كأم وابنها، كلها تحديات في البدايه ومسابقات كده على الفلوس 50 جنيه 100 جنيه، ودايما ماما هي اللي بتكسب. ونورتونا بجد، ربنا يخليك يا رب. طبعا ماما سناء الاول عايز اسالك، انت بقى كانت الاول ايه علاقتك بالسوشيال ميديا يعني؟ ولا اي علاقه. ولا اي علاقه. حمو حبيبي بقى كان هو اللي ايه دخل في الموضوع وبدا بقى يحكي لي بقى يلا ماما نعمله. كنت انا على طول اقول له ايه نفسي يا حمو تصورني كل يوم كده عشان ايه لما اموت تشوف الصور دي. حبيبه قلبي ربنا يديك الصحه حبيبتي. فبقى يزعل يا عيني، فبقى يصورني بقى، فبدات الشغلانه. ده انت بجمالك كده وبسطتك وبضحكتك الحلوه دي دخلتي قلوب الناس كلها. ربنا يكرمك يا حبيبي. وحمو احكي لنا بقى البدايه كانت ايه؟ هي البدايه كانت على تيك توك. انت اسمك محمد؟ انا اسمي محمد. محمد ايه؟ محمد احمد شاكر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هي البدايه كانت على ابلكيشن تيك توك، تمام؟ بديت الموضوع ازاي؟ زي ما هي ماما قالت كده ان هي ايه صورني قبل ما اموت، خد معايا صوره بتاع انت فاهماني؟ فقلت لها بقى، فخدت كانت مراتي بتقعد معايا على طول تحت عند ماما، فقلت لها صوريني من غير ماما تاخد بالها. ماما على طول قاعده بتطرح عشان بيتنا بيت عيله، فالبيت مفتوح طلع ولا داخل. فصورت اول فيديو نزلته على تيك توك، لقيت الناس كلها حباه وجاب مثلا 20,000 مشاهده، تمام؟ وجاب 4,000 لايك، ده حاجه كبيره قوي عشان اول فيديو نزله على الابلكيشن. وكومنتات كلها ايجابيه، ومامتك حلوه، مامتك جميله، مامتك بطبيعتها، ما كانوش عارفين اسمها لسه. ما كانوش عارفين اسمها لسه. ففيديو في الثاني في الثالث من غير هي ما تاخد بالها، لقيت تفاعل كبير مع الناس والناس حابه الموضوع، فوريتها فيديوهاتها مع تليفونها، حبت الفكره. تعليقات حلوه. تعليقات جميله. تعليقات جميله. لقيتي نفسك بقى. لقيتي نجمه بقى. حسيتي بقى. حسيتي بقى بالنجوميه؟ الناس طبعا دلوقتي عارفاكي بيوقفوكي وكده. ايوه امال ايه. الله. بتتبسطي طبعا؟ بفرح. انا يا رب حبيبتي. الحمد لله. الحمد لله والحمد لله على السلامه. طبعا انتوا لسه راجعين من العمره، ربنا يتقبل. الله يسلمك يا رب. اول مره تروحي العمره؟ حبيبتي. فرحتي جدا؟ فرحت فرحه ملهاش حدود. دعيتي ايه بقى هناك؟ بص انا كنت كاتبه ورقه بكل اللي قايله لي ادعي لي. فتحنا لايف. واللي ليه عايز دعوه كنا بنكتبها وندعي. الله. ايوه يا حبيبتي عشان ما ننساش حد. الله. وكان والله بالمناسبه كان مطلوب مني اول دعوه كنت ناويها لشادي. كنت ابنك. ابني. انت عندك ولدين محمد وشادي. محمد وشادي. وكنت ناويه اول دعوه دي لشادي، بس كانت مطلوبه مني لحد تاني. دعيت له. ربنا يتقبل كل الدعاء. الله هيتقبل ان شاء الله. وتقبل خلاص طبعا ان شاء الله. ربنا ما فيش اكرم ولا احن منه. ايوه الحمد لله رب العالمين. ومشت العجل. احنا بقى في الفيديوهات كمان حاجه كانت ملحوظه جدا، الحب اللي بينكم يعني باين ان يعني محمد بيحبك ازاي وابن جميل ما شاء الله. هقول لك انا. قول لي بقى. بس انا جاي بعد شو، انا جاي بعد 10 سنين جواز. لا لا. ايوه احساس تاني طبعا. فعشان كده انا اللي على الحجر شويه. ايوه طيب. ودي طبيعتنا في البيت والله، ما بنصطنعوهاش يعني. لا باين التمثيل بيبين والاحساس الحقيقي والتلقائي بيبين. لا احنا طيبين يا استاذ. لا باين
احنا طيبين جدا والله، لا تمثيل باين. انما بنيجي نعمل فيديوهات بنمثل. ايوه ده دي انت بقيتي نجمه مصر، لازم تمثلي بقى وتعملي كل حاجه دلوقتي. لا انت قصدك الفيديوهات بقى الجديده، ان انتوا عملتوا فكره جديده اللي هي دراما. ايوه ونجحت برضه. بنقدموا فكره للناس بس بطريقه عشان يكون ليها هدف. احنا طبعا دول ما احنا بنتكلم هنشوف مع بعض برضو لقطات كده للتحديات بتاعت ماما سناء وحمو. عايزه اقول لكم طبعا حمزه ابني هو بيحبكم جدا جدا، وهو جه النهارده مخصوص علشانكم يشوفكم ويتصور معاكم، وهو اللي عرفني بيكم بقى على التيك توك. وساعات يقول لي ايه تعالي يا ماما اعلمك كده وتعملي معايا تحدي، اقول لي يا ابني ما بعرفش انا ماليش في الموضوع ده. فانت بقى ازاي ماما سناء عرفتي الحاجات دي؟ ربنا هو ربنا عايز. لا انت شاطره يعني في الحكايه دي، عندك دي اصلها بتكون موهبه. اصل هي بص انا بدل قدرت ان اربي ولادي وانا لوحدي نقدر نعمل كل حاجه حبيبتي. ايوه انا قدرت، انت عارفه تربيه الولاد كمان صعبه قد ايه. طبعا. ايوه انت والله. جميلة والله ربنا يخلي جميلة. ويعني ام مصرية قوي. ايوه مصرية بكل أيوة. المعنى، الام الحب والحنان والعطاء والدم الخفيف وجميلة. انا لحد دلوقتي باخد حمو على رجلي وطبطب على حبايبي والله. انت حبيبتي والله، انت جميلة قوي. الله يخليك يا حبيبتي. وحفيدتك انت عندك ولد احمد. حفيدك بقى احمد ده روحي إيه؟ وقلبي وحياتي كلها. يعني فعلا اعزم الولد ولد الولد دي كلمه بجد. والله ايوه انا بحب اكتر من حمو. بموت فيه حبه قوي. ايوه ربنا يخليك يا رب وتجوزي. ما بيطلعش في الفيديوهات؟ لا بيطلع معانا. بيطلع. ايوه بيبوظنا الفيديوهات كلها. احنا عايزين نشوف فيديو كده برضو مع المشاهدين، و نشوف فيديو من اللي انتوا بقى مثلتوه. ممكن نشوف ايه دار المسنين؟ او ماشي نشوفه ونرجع نعلق. عجبتك الحلقه دي؟ جعانه جعانه. في ايه يا ماما؟ جعانه. طب تجيب لي رش. ولا جايب لك تشربي دلوقتي؟ مش لسه بشربك من 5 دقايق. لا انا متهيألك انا جعانه. انت بتوقعي الاكل على السرير وبتكب الميه على نفسك وانت بتشربي. معلش اعمل ايه اكتر من كده؟ انا كبرت. معلش مش انا كنت الاول. ذنبي ان انت كبرتي؟ كنت بعمل كده. لا يا حمو يا ولا رد عليا، يا ولا تعبانه يا ولا يا حمو. انت عرفتيني في عيشتي يا ماما. جبتي اخر انا يا ماما. ولا جايب لك اكل ولا جايب لك شرب دلوقتي. انت لسه واقفه. لا مش عايز انا اجيب لك حاجه دلوقتي. لا لا انا مستحملها على اخري على فكره. حتى انا في الطبق البلاستيك ده زي ما انت عايزه. كل شوية ياسمين بتزن. انا ورايا ابني، انا دماغي وجعاني. وانا كمان دماغي وجعتني. معلش قولي بس شوف لها اي حته وديها مسؤوليتنا احنا نخدمها طول العمر. ايوه صح وانا مسؤوليتي. خلي بالك انا خلاص جبت اخر. يا اخي عايز اخش الحمام يا احمد. عايز ايه؟ عايز اخش الحمام. مش قادر. الحمام هناك اهو. خد ايدي. مش قادر استنى. والله مش قادر. والله مشوار مهم جدا جدا جدا. هتمشي وتسيب ابوك يا احمد؟ انت خنقتني. انت كل شويه دخلني الحمام. طلعني من الحمام. هات لي اكل يا احمد. هات لي شرب يا احمد. مش قادر يا احمد. عرفت احمد في عيشته يا عم. دي ما بقتش عيشه دي. خلي بالك. والله ما قادر يا احمد. لو قادر مش هطلب منك يا احمد والله. لا والله انا كمان مش قادر. مالك في ايه؟ انت بس الحمام. ايه الريحه المعفنه دي؟ انك دخلني الحمام يعني. انا ما دخلتكش تعمل على الارض كده وتبهدل لي الدنيا. مش قادر. طب انا مالي مش قادر؟ ما تروح يا عم. انا ما خلي بالك انا زهقت منك وقرفت منك وقرفت من ريحتك الوحشه دي. قبل ما تمشي قلت لك دخلني الحمام. طب ماشي ما تخش لوحدك. مش عارف. مش عارف وانا مال انا؟ مش عارف اعمل حاجه منك. هتطلع حافي كده في الوش في شمس العربيه. حبايبي كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين الاول. يا رب الفيديو يعجبكم يا رب. رايكم والله من واقع الحياه بيحصل. والله. فكل واحد وبالوالدين احسانا يا جماعه. وكما تدين تدان. امال ايه؟ كل سنه في دين والله. اقسم بالله اللي بيعمل هفوه كده ما بتنزلش عنه في حياته.
شفنا مع بعض الفيديو دار المسنين، هو فكرته حلوة جدا. احنا دلوقتي في ايام احيانا بنلاقي النماذج زي كده، ان ممكن الام بعد ما تعبت وضحت ما تبقاش هي الاولوية عند ولادها للأسف. فالفكرة حلوة كانت، ايوه بيكون في عقوق من الابناء. فكرتك ولا فكرتك؟ فكرتنا، فكرتكم قعدتوا فكرتوا انا وياسمين وماما. برافو، فكره حلوه جدا وجابت رد فعل جميل. كبير. وتعليقات الناس كان اغلبها ايه بقى؟ صح، عندك حق. اصل احنا برضه في اخر الفيديو ما بنسيبوش الفيديو كده، لا عاملين هدف، بنقوله يا جماعه اللي احنا بنقدموه ده يعني بنوعوا الناس. احنا مش دي طبيعتنا ولا دي حياتنا. انا ما طردت، اصل في ناس برضو تفكرها ان انت ازاي تطرد امك. انت فاهماني؟ لا انا ما طردتهاش، احنا بنوصله فكره للناس ان انت بحاجه بسيطه بس الناس بتشوفك تمام. لو انت في نيتك تعمل حاجه انت ممكن ما تعملهاش. لو انت بتعمل كده ممكن تبطل اللي انت بتعمله. يعني انا مثلا معظم التعليقات بلاقيها عندي يعني ستات كبيره معلقيني مثلا، يعني معظم اللي بيتابعوا فيديوهات انا بشوف الاحصائيات عندي من 25 ل 45 في الرينج ده. فمعظم الناس دي انت علمت ولادي يتعاملوا معايا حلو. انت علمت ولادي يحبوني اكتر ما هم كانوا بيحبوني حلو. فانا مبسوط بكده. هايل يعني. ان احنا استخدمنا السوشيال ميديا او اي بروجرام او ابلكيشن فيه انه يكون ليه هدف ورساله وتوعيه للناس. واحنا الايام دي يعني احنا طهو في بيت زمان. احنا الايام دي محتاجين نرجع لاخلاق بيت زمان تاني. يعني مفتقدين حاجات كتير للاسف. بالذات بقى العلاقات الاسريه دي. ماما سناء، انت في فتره كده عملتي شويه فيديوهات عن الطبخ. صح. كنت جميله قوي وعسوله. انا بقى ما بعرفش اطبخ خالص. خالص. لازم تعلميني اي حاجه، مش معقول كل ده. ولادي يعني كل واحد لما يتجوز يقول لمراته ايه؟ اكل امي، اكل امي. الا انا ولادي ما يتجوزوا مش هيجيبوا سيرتي خالص. خالص. ما تحاوليش ليه تاخدي فكره؟ مش عارفه، فشلت. انت شايف بقى اكل ماما حلو؟ طبعا جدا، وبالذات العيش باللحمه بتاعها. عيش باللحمه يعني زي الحواوشي جامد بجد. الله. وعملتي محشي؟ عملتي محشي ومسقعه. وجمبري، ما تنسيش بقى الفيديو بتاع الجمبري. الله. انتوا اصلا انتوا من البحيره، من اسكندريه؟ ايوه، فريح اسكندريه. احنا من كفر الدواء. كفر الدواء جنب اسكندريه على طول، بس هي تبع البحيره. بس هي تبع البحيره. فطبعا السمك والجمبري. ايوه طبعا، كل فواز حلوه. احلى 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 اكل، احلى سمك طبعا. طيب ماما سناء بجد وحمو، انا اتبسطت النهارده جدا بالقعده معاكم وبالفقره الحلوه دي. ونورتونا وشرفتونا في بيت زمان، وربنا يوفقكم ان شاء الله، يفتح لكم كده كل السكك وابواب الرزق يا رب. ربنا يخليك ويطمنك كمان على شادي. اللهم امين يا رب. احلى دعوه. حبيبه قلبي. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا بيك يا حبيبتي. شكرا بيك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. مشاهدينا فقرتنا دلوقتي مع جمعية البر والتقوى، وهيكون ضيفنا الشيخ عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ. أهلا بحضرتك، ربنا يسعدك يا رب وبركاته. ربنا يكرمك. طبعا الجمعية عندها أنشطة كتير بنتكلم على طول فيها. النهاردة عايزين نبدأ كده مع مشاهدينا ونتكلم في حاجة بالنسبة لنا جديدة، وهي مستشفى البر والتقوى. أنا عايز قبل ما نبدأ في المستشفى عايز بس أشكر المشاهدين بخصوص حملة بيت زمان وبادرة بيت زمان. فعايز أقول لهم متشكرين. بدأت الناس تهتم بالملابس كتير جدا على عكس الأول خالص، وإن شاء الله قريبا الأستاذة دعاء نازلة إن شاء الله يوم السبت القادم إلى محافظة الإسماعيلية عشان تراجع بس كده، تستلم أبار بنفسها وتدوق الميه عشان برضو تقول لكم هي الميه عذبه ولا مالحه. بعدها على طول هنبدا اول تطبيق عملي لمبادره بيت زمان. هنوزع بعض الحاجات اللي تم جمعها في مكان فقير، وهتشوفوا منظر الناس وقد ايه اقبالهم على الحاجات اللي الناس اتبرعت بيها، وخاصه الملابس المستعمله. احنا عايزين نفكر بقى الناس بمبادره بيت زمان مع جمعيه البر والتقوى، انه اي حد عنده اي ملابس في البيت مستعمله او بطاطين او اي حاجه في البيت مش محتاج لها، في كتير غيرك محتاج لها وهيفرح بيها. لو اي حد عنده بطاطين جديده عايز يشتريها، ملابس جديده يشتريها، اصحاب المصانع اكتر من حد تواصل معانا عندهم ملابس كبار رجالي حريمي اطفال اي حاجه،
يتواصلوا بالجمعية. طبعا أرقام التواصل موجودة على الشاشة وصفحة الفيسبوك بتاعت الجمعية، والجمعية بتبعت عربية لحد عندهم بتستلم الحاجات دي. وطبعا احنا بنشكر كل المشاهدين اللي استجابوا لمبادرة بيت زمان مع جمعية البر والتقوى، وربنا يتقبل، وهنزل معاهم قريب نوزع الحاجات اللي انتوا بعتوها دي، وربنا يتقبل من الكل. حاجة كمان بالنسبة للأخوة المزارعين اللي عندهم مزارع، الوقت احنا في زمن حصاد البرتقال واليوسفي، مفيش عربية من زكاة زروعك تبعت لنا، نبعت سيارة تحمل برتقال أو يوسفي ونوزعه على الفقراء والمساكين. رجاء، الطماطم موجودة دلوقتي، حد يقول لنا تعالوا خدوا سيارة طماطم توزعوها على الفقراء والمساكين، أي حاجة، أي شيء بيفرح الفقراء والمساكين. مستشفى البر والتقوى اللي قدامكم لها قصة أستاذة دعاء. احنا بنشتغل في المستشفى ديت من 2010 كتير، أنا عارف هي كبيرة أصلا، يعني هي باينة قدامنا على الشاشة مساحتها كبيرة كبيرة. احنا لغاية النهاردة متكلفين 40 مليون جنيه صرفناهم منكم، من تبرعاتكم، من إحسانكم. زي ما انتم شايفين جميع حوائط المستشفى معمولة سيراميك، ما فيش دهانات، كل المستشفى هتبقى سقف معلق، التكييفات شبه راكبة وخالصة، الأسانسير لسه علينا منه نص مليون جنيه. عايزين نفتح على الأقل الدور الأرضي الأول، مركز الأشعاعات، العيادات التخصصية، مركز غسيل الكلى. هنبدأ بيهم، مش هنبدأ لأن دي هتحتاج كتير، الموضوع صعب والأجهزة غالية جدا. المستشفى دي هيبقى فيها زرع كلى وزرع كبد، وهيبقى فيها عمليات القلب المفتوح، فيها مراكز عمليات على أحدث طراز موجودة على مستوى العالم. احنا كان ممكن المستشفى تشتغل من زمان، بس احنا طموحين قوي لأن احنا بنتبهدل وانتوا بتصرفوا معانا كتير جدا على الفقراء والمساكين في العمليات. يعني انا الحالة بتبقى تعبانة، على ما ندور على دكتور متخصص يوافق يعمل لنا خصم شوية، ويعني رغم ان بسمع ان في دكاترة كتير كويسين الا ان قليلين قوي قوي. يعني انا رحت بمرة بحالة من اسيوط، من هنا خدتها ورحت اسيوط في المستشفى هناك، مستشفى خاص، وعرفت الدكتور بنفسي ولا عبرني، يا فندم دي حاله بتيجي في التلفزيون والحاله دي ظروفها كذا 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 كذا، ادفع كاش في 250 جنيه واستنى دورك. يلا مفيش وقت، بنفس اللفظ كده. فاحنا قلنا ليه وعلى ايه؟ هنعمل مركز طبي يكون سنتر لكل حالات الجمعيه على مستوى الجمهوريه. احنا عندنا 5 عيادات تخصصيه في المحافظات دلوقتي، مهمتها تكشف على الناس، واللي محتاجه عمليه هيتحول بعد ما تخلص على البر والتقوى. ايه يعني عربيه تنقل المرضى يعملوا عملياتهم معززين مكرمين بدون ما يتكلفوا جنيه، ويرجعوا بلدهم وهم فرحانين بيدعوا لكم. مستشفى البر والتقوى هيبقى فيها مركز كامل، دور كامل للحقن المجهري وللولاده والحضانات. وما ادراك ما الحضانات؟ احنا الناس الغنيه بتتعب على ما تلاقي حضانه، وهتدفع مش لاقيها، فبالكم بالفقير اللي هو مفيش معاه يدفع. هيبقى فيها كده، هيبقى فيها دار مسنين هي الوحيده في محافظه دمياط للمرضى. جميع دور المسنين في محافظه دمياط للاصحاء، اما المريض ملوش دار، اول ما يقول يطلع بره. فهنبقى دي جاهزه مجهزه لابائنا وامهاتنا كبار السن اللي ما عندهمش حد يخدمهم، هيبقى مكانهم عندنا نهتم بيهم. المستشفى دي حلم كبير جدا بنستناه من زمان، وآن الأوان إن أنتوا تقفوا معانا فيه. عندنا فيه كفالة حجرة. كفالة الحجرة عندنا سيراميكها هو معمول، بس هحاسبكم عليه لأن أنا عايز تمن السيراميك ده أحطه في حاجة تانية في المستشفى برضه. تمن السيراميك والسريرين اللي في المستشفى اللي في الأوضة والتكييف بتاعها والحمام الداخلي ب60,000 جنيه. معايا؟ رقم. وممكن تدفعوهم بالقسط. وهنكتب رخامة كده على الباب، سرقة جارية من فلان أو من فلان. وممكن الناس زي ما بتتبرع كل واحد يتبرع باللي يقدر عليه، ومجموعة في أمور بقى تانية ممكن مجموعة الخير نسمي مجموعة الخير تدفع. ما بقولش الستين يشيلهم واحد، لكن في ناس تقدر تشيل، ممكن تساهموا، لأن احنا قلنا احنا عددنا 104 مليون. لو مليون بس
بلاش ال 103 مليون، مليون بس بيشوفونا دلوقتي. لو حطوا في حساب الجمعيه جنيه كل اسبوع اوعدكم في خلال سنه سلمكم المستشفى كلها شغاله. حد ممكن يتبرع بجهاز، ممكن حد يتبرع بسرير، ممكن حد يتبرع باللي يقدر عليه. المهم كل واحد يقدر يستحمل الجوع، يستحمل الملابس القديمه يلبسها من 10 سنين فاتوا، لكن ما حدش بيقدر يستحمل المرض. طبعا احنا دورنا من باب اسعاد الناس، ومن باب التكافل الاجتماعي، ومن باب من ساعد مسلما ساعده الله، ومن اسعد مسلما اسعده الله، من باب ان احنا نفرج الهم والكرب عن غير القادرين والقادرين. المستشفى ده هيبقى فيها خدمه طبيه متميزه، بالتالي القادر هيجي، القادر مش هيبقى مجانا، هيدفع عشان اصرف على صيانه المستشفى واجر ورواتب الناس. عشان المريض الفقير يدخل مجانا يبقى لازم الغني يدفع، عشان برضو الناس تبقى عارفه كويس. فاحنا بنقول لكل الناس اللي جايه لنا وبتشوف المنظر ده، اما ان الاوان لان تصبح هناك مستشفى خيري لفقراء مصر. عملتوا معاهد اورام والدوله داخله بقوه فيها، وغير المستشفيات الحكوميه الدوله بتبذل مجهود كبير جدا فيها، بس في ناس صعب يروح المستشفيات الحكوميه. احنا دورنا نوصلهم ليها، نجيبهم في اماكن مجهزه بالطراز الجميل ده، هيبقى حاجه عظيمه جدا. حسن استقبال، يكفي انك تبقى داخل وعارف المستشفى دي بتاعتك انت، احساس تاني خالص. ان كل المستشفى ديت فيها مركز اشعه متقدم جدا، اشعه رنين ومقطعيه وكل حاجه، فيها مركز تحاليل، المريض هيدخل لغايه ما يعمل عمليته ويروح، ما يخرجش بره، ما يدور، هيبقى فيها صيدليتها بتاعتهم. لكن ما عدناش قادرين، احنا بصراحه تعبنا جدا، اللي كان بيجيب شيكاره اسمنت، الامور دي كلها خلاص خلصت، دخلنا على الجد مبالغ. غرفه العمليات عايزه 2 مليون جنيه غرفه واحده، انا عندي 3 غرف عمليات. احنا بنقول للناس مش معنى كده بيأسك، لكن نقدر، ممكن 3 مليون واحد كل واحد يدفع جنيه، ممكن نخليهم مليون ونص كل واحد يدفع 2 جنيه. لا بس هو كمان يعني خسارة مبنى كبير زي كده المستشفى وتقريبا يعني خلصت، يعني بص حضرتك يعني ان هي ما تشتغلش، ده تفنيشة صغيرة. المستشفى دي اتبرع بيها ورثة، اخدوها عن اخدوا الارض دي عن ابوهم. لما طالبنا ان احنا نعمل مستشفى يا جماعة عايزين ارض، هم اول ناس اتبرعوا بالارض دي في قرية البصرطة، منشأ رأس، ودي منشأ الجمعية في القرية دي، بلد جواده كريمه جدا. لو عزت اي ارض بيدوها لك لله، بيحبوا التبرع بالارض جدا لله. الورثه كلهم، مفيش واحد قال لا، الورثه كلهم وقعوا، الورثه كلهم راحوا المحكمه في صحه التوقيع بالاجماع، مفيش حد غاب. حتى فيهم ناس مش محافظه دمياط جم من شده فرحتهم. فعايز اقول اني الاوان انتوا بقى تكملوا الحلم ونفرح كده واحنا بنفتتح مستشفى البر والتقوى. يعني ما شاء الله الجمعية أنشطتها كتير وجميلة، ومن أصغر نشاط لأكبر النشاط يعني في كل أفرع الخير يعني ما شاء الله. في مبادرة كمان الجمعية عاملاها الفترة دي اللي هي مبادرة ألف بير من دلوقتي لحد رمضان، فحضرتك كلمنا عنها. الناس هتسمع الرقم، احنا بقينا عاملين 2800 بير. ناس هتقول هو لسه في 1000 مكان عايز بير؟ لسه فيه. يعني احنا المكان اللي حضرتك هتروحيه في الاسماعيليه، انا بمر على الابار استلم وبدوق الميه عشان اطمن ان هي ميه عذبه ولا لا، فلقيت في مجموعه نساء معديه وقفوا، لو سمحت يا دكتور احنا عايزين تعمل لنا بير في التجمع بتاعنا، لان احنا بنيجي مشوار بعيد جدا جدا عشان نملى من البير ده. قلت لهم انتوا ما عندكوش ميه؟ قالوا ميه الشرب بتيجي يوم في الاسبوع وممكن ما تجيش. فالبير اللي انت عملته هنا ده هو ده الوقت كلنا معتمدين عليه. فالله يبارك لك، ممكن تريحنا وترحمنا كنساء كبيره وتعمل لنا بير في منطقتنا؟ ده فين بقى؟ في محافظه الاسماعيليه. فما بالكم بقى لما تطلع على الكرامه في نصر النوبه. الكرامه في نصر النوبه محتاجه 100 بير لوحدها كده. قريه انشاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قريه
معتمد على ميه الابار، قريه ظروفها سيئه جدا جدا جدا، عايزه 100 بير لوحدها. طيب وقريه المناره اللي جنبها عايزه 100 بير كمان لوحدها، ادي 200 في قريتين جنب بعض بس، فين؟ على حدود السودان. فانا بقول للناس الابار، الابار مش هدفنا من انشائها ان احنا نسقي الناس بس. طبعا حضرتك عارفه والمشاهدين عارفين ان الميه لها استخدامات تانية كتير، طبعا استحمام وغسيل وشرب حيوانات، بنعمل حوض للحيوانات تشرب منها. الميه احنا بنروح عشان نستلم البير بنكتشف حاجات تانية خالص. بمروري على المنطقه اللي فيها البير بلاحظ بيوت مبنيه من طين، وانت حضرتك ان شاء الله تنزلي وهتشوفي وهتكتشفي حاجات من دي، واكيد مش هتسيبيها هتصوري. مع حالات صعب جدا صوتها يوصل لحد، يعني في حالة أنا رحت استلم بير فلاحظت إن في بيت مبني من طين، القرية حالتها كويسة لكن بيوتها كويسة يعني، لكن في بتلاقي مثلا فيها بيتين ثلاثة أربعة كده من طين، فدخلت بيت منهم بشيء لا إرادي كده، خبطت على الباب فتحت لي ست طاعنة في السن، كبيرة في السن. أي حاجة أنت ساكنة هنا؟ آه. البيت من غير شبابيك في عز البرد اللي احنا فيه، والاسماعيليه جواها بيبقى برد جدا وشتا شتا يعني. فطب انت بتنامي فين يا حاجه؟ انا مش شايف سراير. قالت انا بنام على البطانيه اللي على الارض دي يا ابني. طب فين حمامك يا امي؟ مفيش عندها حمام. تخيلي ست كبيره في السن. تمام. بيت تاني لاحظته برضو انا بمر في المنطقه، معمول من فوق بقش، السقف قش وبيت من طين، حاجه سيئه جدا. خبطت وطلبت ان انا ادخل اشوف البيت، هم ما يعرفونيش ولا انا اعرفهم بصراحه، انا بدخل وخلاص. لقيت اتنين نساء كبار جدا، منهم واحده ما بتشوفش قاعده على الارض، والتانيه قاعده قدامها كده، واضح ان هي كانت في المستشفى لان وشها تعبان جدا، في اثار تعب جدا يعني، ورم كده في وشها. فقلت لهم انتوا ساكنين هنا؟ اه. بتناموا فين؟ برضو على الارض في عز البرد ده، والبيت من طين والارض من طين ونايمين على الارض. البير مش بس نسقيهم ميه، البير عشان خيركم يوصل للناس بطرق او باخرى. بنلاحظ عروسه اتخطبت وواقفه على جهازها، بنلاحظ بيت عايز يتبنى، بنلاحظ حد عايز يعمل عمليه ومش بيموت ومفيش حد بينقذه، بيبقى ربنا بعتنا في اللحظات دي عشان ننقذ الشخص ده. سبحان الله. طيب شيخ عماد تعالى مع المشاهدين نشوف تقرير الابار في محافظه الاسماعيليه، برضو نشوف التقرير مع بعض ونرجع نعلق عليه. ازيك يا عم صادق؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الاول احنا فين؟ المحسمه القديمه. اسمها ايه؟ قريه المحسمه القديمه. المحسمه القديمه تبع محافظه الاسماعيليه. الاسماعيليه ودي عرب السويدات. عرب السويدات. طيب عم سعود، المكان اللي احنا فيه دوت هل هيستفاد من البير اللي معمول؟ اكيد مستفيد، من الميه بتقطع كتير. الميه بتقطع كتير. وميه غير صحيه اصلا كمان. الميه اللي الابار افضل. كمان ميه الابار افضل. طب انت شايف ان ممكن نعمل في اماكن تانية هنا ولا كفايه كده؟ لا في مناطق كتير هنا في عرب السويدات بالذات، غير في برضه عندنا هنا في شيخ سليم وفي عدد كتير جوه فوق الجبل، انتوا ما بتوصلهمش، في ربع الجبل فوق ما يطلعش الميه الجبل عندهم منطقه عاليه الميه ما تضغطش عندهم. طب تقول ايه للساده المشاهدين؟ الناس اللي عملت البير تقول لهم ايه الاول؟ وتقول ايه للناس اللي جزاهم الله خير ان بيعملوا شيء في حلو في البلد الجميل، الناس تستفيد منه، البلد كلها تستفيد. وتقولي الناس اللي بيشوفونا دلوقتي وما عملوش ابار معنا، يا ريت كله بيعمل ابار ان شاء الله. هنزورك في منطقتك، انت حضرتك في عزبه ايه؟ انا ساكن هنا نفس المكان. نفس المكان العرب السويدات نفس المكان. ولسه شايف ان عرب السويدات نفسها محتاجه ابار. في بلاد مناطق هي كبيره قوي. هي حوالي 40,000 كم بيت تقريبا؟ لا ما تعدش بيوت، بيت كتير خالص، هم حوالي 40,000 نسمه. 40,000 نسمه. كلنا في منطقه واحده. أم محمد من عرب السويدات. السويدات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إحنا في المحسمة
محافظه اسماعيليه. ايوه. ايه رايك؟ انت فرحانه بالبير؟ اه والله ده مشروع ممتاز. الله وكل مشروع الله يصلح حالهم. مشروع جميل. الميه كرمت حاضره عيننا على طول. لما بتفتح الميه بقى كده بتدعي للي عمل البير والله. الله يصلح حاله. الله يصلح حاله. ممتاز المشروع ده. الله وكل حاجه. بس خليكم على طول كده. انت تقولي ايه لجمعيه البر والطاقه اللي جت عملت البير؟ الف الف شكر وربنا يصلح حالهم ودانهم في المشاريع دي على طول كده. حاجه لما كانت الميه بتقطع واحده سقت كلب دخلت في الجنه، فما بالك اللي سقى المسلمين دي كليتها. ده مشروع ممتاز. الله وكيل. لما الميه كانت بتقطع قبل ما نعمل البير انتوا كنتوا بتجيبوا ميه؟ كنا بندلنا خمس ست ايام مش لاقيين ميه، ولو قامت حريقه ولا قامت حاجه لا مؤاخذه مش لاقي لها ميه. انما كده الميه حاضره على طول، ما عادش ناكلينها. ما شاء الله الميه على طول موجود، ما عادش ناكلينها. املها والله. الله يصلح حالهم الجمعية دي اللي عاملينها. الله وكيل. الله يبارك فيك. عارفة الجمعية اسمها ايه؟ جمعية البر والتقوى المصرية. اللهم صل على النبي. اسمها ايه بقى؟ ما شاء الله. جمعية البر والتقوى المصرية. المصرية. ماشي. الله يصلح حالهم. ألف ألف شكر لهم. الله يكرمك ويسعدك. ويتنادوا في المشاريع دي. دي مشروع حلو. أحلى مشروع المية. المية دي أجمل حاجة في الدنيا. تسلم يا حاجة. ربنا يبارك فيك يا رب. أهل الخير ياللي بتعملوا معانا الآبار وياللي بتفكروا لسه وما نفذتوش. اسمعوا كلام ام محمد وفرحة الناس اللي حوالينا. اللي لو سيبنا الكاميرا تتعامل مع الناس مش هنلاحق نسجل لكم فرحة الناس. شكرا، جزاكم الله خير. شفنا طبعا فرحة الناس بالأبار وبالمية ما شاء الله. هو أنا عايز أقول حاجة للناس، أنتم ملاحظين إن في مواسير مية شرب موجودة بس مفيش. وواحدة بتقول لي كلمة، بتقول لي أنت عارف يا دكتور المية اللي بتجيلنا من الشبكة البير ميته أحلى منها. مية عكرة تعبانة جدا، لكن مية البير جاية من الأرض. بصراحة بنعمل على أعماق بعيدة عن اللي هي الخطوط المجاري والحاجات دي، فبعيده جدا بتبقى ميه جميله يعني. وعايز اقول حاجه يا جماعه، مش اي بير بيتعمل، عشان بس الناس تفهم يعني. في ناس بتعمل ابار اللي هي بتبقى زي الدوائر طوب كده وتنزل باعماق والبير بقى ابو جردل وكده. وهو ده معرض ينزل فيه حيوانات. الفار لو نزل فيها يطلع ازاي؟ مش هيطلع طبعا. انا شفت منه ابار في بعض المناطق ملان صراصير وحاجات صعبة. انت هتغطيه المرة دي، بس بكرة اللي هيجيب منه مية مش هيغطيه. فاحنا بنعمل حاجة تليق بينا احنا، نشرب منها احنا، بنتخيلها دي بتاعتنا احنا مش بتاعت الناس دي. فربنا يجزيكم خير، ونبدأ مرحلة الألف بير قبل شهر رمضان ما يبدأ ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا وربنا يكرمك. الله يبارك فيك. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. التقويم موضوع مهم جدا وبقى منتشر جدا جدا حوالينا، بالذات الولاد الصغيرين والشباب، يعني نادر ما نلاقيه ما حدش فيهم حاطط تقويم. موضوع مهم، عايزين نعرف حكايته واصله وانواعه واسئله كتير وتفاصيل كتير هنعرفها النهارده من ضيفتنا دكتوره اسراء السعيد، استشاري زراعه وتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتوره. أهلاً اسراء. اهلا بيك يا دعاء. اهلا وسهلا. ايه هو بقى التقويم اللي انتشر فجاه في حياتنا؟ الناس بقت تعتبر ان هو حاجه من علامات الغنى والجمال. والجمال. بصي، هو طبعا مشكله التقويم دي مشكله يعني ناتجة عن ان احنا من اول سنة الطفولة السنان ما بتتخلعش في الوقت المناسب ليها، فبيحصل ان السنان بتليف في مكانها، فيجي اللي بعدها يطلع في سقف الحلقة او يطلع من بره من عند الخد، بيبقى طبعا الشكل في الاخر بيبقى مش حلو، تيجي الاسنان بقى اللبنية تقع، يبقى الاسنان الدايمة طالعة في مكان مش بتاعها خالص، وتستمر بقى ايه الحياة وتستمر السايكل، واحد يتعوج فاللي بعده مش هيلاقي مكان فهيطلع برضو معوج، فتبقى السايكل ماشيه بالشكل ده. بتبدا يعني دي من ساعه تبديل الاسنان؟ من ساعه تبديل الاسنان. دايما لما تلاقي ان الطفل
اتأخر في التبديل أو السنة لخلخت وما وقعتش، يعني لخلخت وسبت التاني، ده مؤشر مش لطيف، ده لازم توديه للدكتور على طول علشان خاطر السنة ديت يشيلها ما تستمرش في المكان ده، لأنها بتأثر على الأسنان الدايمة اللي بعد كده تطلع في مكان مختلف. فدوت من الأول خالص إحنا ما بنبقاش مراعينه. بيدخل معانا برضو فاكتور تاني هو العامل الجيني، يعني لما يبقى الأب أو الأم عندهم حاجة اسمها العضة المعكوسة، يعني الدقن بتاعه متقدم لقدام والأسنان اللي تحت طلع لبرة والأسنان اللي فوق داخلة لجوه، طبعا ديت معروف إنها مشكلة، وبيبقى الأب أو الأم عارفين إن هم عندهم عضة معكوسة وعندهم، لأن الناس بتميز دايما اللي عنده العضة المعكوسة بتميزه بشكل التشين بتاعه الدقن بتاعه، فبيبقى هو عارف إنه عنده حاجة غير عادية. فاللي عنده المشكلة ديت وملحقش يعالجها ياريت يهتم إن أطفاله ما تدخلش في نفس السايكل دي وتبقى متضايقة. ده شيء مهم قوي، يعني مشكلة التقويم بتبدأ من سن الطفولة، تبقى ناتج عن يا إما إحنا أهملنا في الأسنان اللبنية يا إما عندنا عامل جيني مخلينا شكل الأم أو الأب، فطبعا دي بتبقى محتاجة متابعة. يعني هما بقى المفروض يركزوا مع ولادهم لو هي بقى حاجة وراثية كده من إمتى؟ من 6 سنين. من 6 سنين؟ من أول ما الطفل يبقى عنده 6 سنين 7 سنين بالكتير توديه للدكتور يقول لك هو كده ماشي في الاتجاه السليم ولا احنا عندنا مشكله. ودايما الام والاب اللي عندهم مشاكل في اسنانهم يتوقعوا ان اطفالهم هترث نفس المشكله. دايما الام اللي تلاقي عندها بروز في الاسنان، عندها اعوجاج، عندها لخبطه، هتلاقي الاب برضو الاب يبقى عارف نفسه، يهتموا بقى ان الاطفال ما تطلعش زيهم علشان ما يبقاش نفسيا مش موضوع ظريف. تمام. ده بلس كمان ان في تغيير وفي تكنولوجي جديد في التقويم، يعني دلوقتي في بعض الحالات ممكن نعمل لها تقويم متحرك، دي بتبقى أجهزة شفافة بتتلبس للأسنان بتقدر بتضغط على سنة معينة تغير مكانها، ده بيبقى موضوع ظريف جدا بس مش بينفع لكل الحالات، يعني مثلا حالة زي كده دي لازم نعمل لها تقويم. حالة معروضة قدامنا هنشوفها واشرح لنا. ما ينفعش خالص ان الحالة دي نقول ان احنا هنعمل لها تركيبات او ان احنا هنعمل حاجة غير كده، لازم الحالة دي تتعمل تقويم. عندنا أسنان طالعة في سقف الحلق، عندنا الأنياب بارزة جدا لبرة، عندنا أسنان طالعة عند اللسان جوه وملهاش مكان خالص، عملنا إيه؟ لازم نخلع بعض الأسنان اسمها الضواحك اللي بتبقى بعد الناب. الضواحك ديت أسنان كل جنب فيه منه 2 فوق و2 تحت، يعني الجنب دوت فيه 4 الجنب ده فيه 4، هنخلع واحد من كل جنب. وبرضو الناس بيبقى عندهم اعتقاد لا ما اخلعش اسنان ابني، لا حضرتك ما هو يعني زي بالظبط فكره اللي عايز يعمل عمليه بس يقول للدكتور بس ما تلمسنيش، طب ازاي؟ ما هو ما ينفعش، لازم علشان اوصل للنتيجه دي لازم هضحي بحاجه، وما بتبقاش مشكله اطلاقا. ليه؟ كل جنب فيه من نفس الضحك ده 2، ده بلس ان انا بفرد الاسنان المتزاحمه دي في المكان، فالمكان بيتقفل. يعني هو الناس بتبقى خايفه من ايه؟ انها تكمل بقيه حياتها بمكان فاضي مكان الخلع. لا، او ان احنا دلوقتي يعني كاننا اتعلمنا انه السنين دي بقت حاجه مهمه وغاليه جدا، فالواحد الناس دلوقتي الاتجاه ان محدش يخلع سنانه. صح، أو بس في حاله زي كده التقويم لازم اضطراري. يعني احنا عشان نوصل للحاله دي احنا فردنا الاسنان كلها وطلعنا السنان اللي عند اللسان اللي كان في سقف الحلق مشيناه وطلعناه لقدام، عملنا مجهود، بس انا عشان اعمل مجهود ده لازم اخلع ضرس من كل جنب، لكن هو في النهايه ما فيش اي حاجه باينه خالص. يعني هو مش باين ان هو خلع ضروس، يعني ما فيش مكان فاضي. لا، يعني الموضوع ما ياثرش نفسيا. انا من الناس اللي ضد الخلع في كل حاجه الا الحالات اللي الخلع هيفيدني فيها مش هيضرني. حاله زي كده لازم افرد السنان، هفردها ازاي ما هو ما فيش مكان. فهماني؟ أيوه. والحاله ديت يعني اخذت وقت قليل قوي، يعني حاله بالتعقيد ده خدت حوالي 1 سنة و3 شهور، مش رقم ضخم خالص. هو اصلا التقويم بيقعد بالسنين ليه كده في بقهم؟ لا، بيقعد بالسنين دوت مشكله في التشخيص. لا لا، ما فيش 4 سنين والكلام دوت، اقصى حاجه يعني لما نقول ان الحاله دي فيها فكره وفيها شغل كتير بنتكلم في 2، بس ده اقصى حاجه اللي هم عددهم لا يتعدى 5%. يعني مش صح اللي بيقعدوا السنين دول. لا لا لا، الطبيعي بنتكلم مثلا 6 شهور 9 شهور سنه، ما بنقعدش بالسنين دي خالص. السنين دي في مشكله. في مشكله. مشكله عاده بتكون مشكله تشخيصيه. يعني هي ما تشخصتش كده. يعني مثلا امبارح كانت جاي لي حاله هي تقويم جراحي، يعني هي لا تصلح ان تعمل لها تقويم. يا دكتور بتقول لي شغال لها بقاله 12 سنه.
تقولي 12 سنه لما السنان نفسها سوست وبقت مشكله كبيره طبعا، فشالت الاسنان شالت التقويم وجات لي حلي لي المشكله. حل هي اصلا متشخصه سنة. متشخصه غلط، هي مش حاله تقويم اصلا، هي حاله جراحه. ايوه بتقولي انا فكي ما بيدخلش للجوه ليه، انا عندي بروز شديد، الناس عارفاني بالبروز، نفسيتها تعبانه. فلما بصيت يعني ايه اللي ممكن يتعمل في 12 سنه ده، انت بتضري البني ادم مش بتفيديه. في الاخر هي القصه تشخيصيا مش مظبوطه. يعني مثلا حاله زي كده، دي حاله عضه معكوسه. الحاله دي كويري، يعني ممكن تمشي تقويم وممكن تمشي جراحه. الشاب دوت في منتهى الصعوبه ان هو يعمل موضوع الجراحه دوت، هو رفضه كل الرفض. صراحه الحاله دي انا اشتغلتها ريسكي، يعني اشتغلتها كده ايه اللي هو ايه، ربنا يعديها على خير. قدرنا ان احنا نظبط العضه المعكوسه، يعني رجعنا السنان لمكانها الطبيعي بالتقويم. يعني الاسنان اللي في الفك السفلي دخلناها لجوه، والاسنان اللي فوق طلعناها لبره. خدت وقت طويل، خدت اكتر من سنه او سنه وثلاث شهور برضو، او سنه واربع شهور في الرينج ده. وكمان كان بيجي من الصعيد وبتاع، فقصه كانت صعبه عليه شويه، بس كان هو رافض مبدا الجراحه رفض كامل يعني. بس ده مش معناه ان كل الحالات تمشي تقويم. في بعض الحالات اقول لك لا ما يفيدكيش التقويم، عشان انا مش هنغلط الغلطه بتاعت الدكاتره نقعد 12 سنه، مفيش حاجه اسمها كده. انا اعمل لك الافيد ليكي، يعني هنا قدرت اوصله لعضه مثاليه تمام الحمد لله. او مش هقدر هقول لك من الاول مش هقدر. هو بيقول لك رايه، يعني انا عايز اعمل تقويم تقول له لا اعمل جراحه، لا مش عايز جراحه عايز تقويم، او العكس؟ لا هو او انا جايه لجراحه واخلص تقولي له لا انت حالتك لازم تقويم بس. يعني لو جات لي حاله لازم 100% تتحول جراحه، بقول له نو واي، انا مد ايدي. ما بحبش ادخل في ترايل، يعني ترايل ايرور دي لا. من الاول خالص حضرتك هتتحولي جراحه مش تقويم اسنان. لكن اللي ممكن ان انا يعني ايه اتسامح فيه لو في اكتر من حل، يعني مثلا حد مسافر، حد ما ينفعش خالص ان هو يعمل جهاز تقويم والتركيبات هتجيب نفس النتيجه، ممكن اوجهه للتركيبات. دوت وارد ان هو يحدث، بس على حسب برضو الحاله اللي قدامي. لو انا بالتركيب هجيب نتيجه 100% ودائمه انا هعمل الموضوع ده. لكن لو مش هجيب النتيجه الحلوه وممكن نخسر سنان دائمه وممكن نخلع او ممكن نضر المريض، لا ما بعملش الموضوع ده خالص. تمام. في تقويم ثابت ومتحرك؟ بصي التقويم دوت دنيا واسعه جدا، ده علم لوحده على فكره، دوت مش موضوع ان كل حد يجي هنركب له جهاز تقويم، لا. في اجهزه متحركه دي بنركبها من سن 6-7 سنين، وفي اجهزه وفي ناس بنقول لهم لا استنى لما نكون عندنا سن البلوغ ندخل مثلا في 13 سنه ولا حاجه. الاجهزه المتحركه ما بتشتغلش على ما تحلش مشاكل كبيره، دايما الجهاز المتحرك حتى اسمه متحرك، يعني مش ثابت في مكانه. يعني مش مسيطر على السنان بدرجه كافيه. فده عاده بيبقى مرحله تجهيزيه علشان نركب جهاز التقويم الثابت. دي اللي هي الحاجات اللي بتتلبس بالليل او كده؟ زيها كده. بتبقى عباره يعني في بعضها بيبقى فيه سلكه كده من بره، بيبقى فيه سقف حلق، بيبقى ليها شكل مختلف عن شكل البلاطات الثابته على الاسنان. ممكن نعمل ميكس، يعني ممكن نعمل الثابت ونعمل معاه متحرك. لكن متحرك لوحده لا، ده مرحله انتقاليه. يعني صعب ان انت تحلي حاله او تعالجي حاله تقويم كامله تعالجيها عن طريق الجهاز المتحرك، لا. ده مش مظبوط، دي بتبقى خطوه عشان نكمل بيها. يعني المتحرك المتحرك ده مجرد مرحله عشان ندخل بيها على التقويم الثابت. ده موضوع. في موضوع تاني اللي هو التقويم المتحرك العلاجي، دي بتبقى شركات عالميه بتنتج بعض انواع الالاينرز، بتتعمل بالكات كام، بتتصور وبناخد لها مقاس برضو زياده، بنقدر نعمل مثلا 20 30 الاينر، يعني 20 30 جهاز متحرك، كل جهاز ليه طريقه ضغط معينه على سنه بحيث انها تحرك السنه دي من مكانها او تلفها او تنزلها تعمل معاها حركه. دوت موضوع حديث جدا جميل جدا، بس ما بيمشيش على الحاجات المعقدة. يعني لو عندنا تعقيد كبير في الحالة مش هينفع معاه الموضوع ده. الموضوع ده بينفع مع الحالات البسيطة والمتوسطة. لكن حالة معقدة وفي الطبيعي تاخد لها سنة وثلاث شهور سنتين، لا. دي تتعمل تقويم ثابت على طول.
يعني برضو فكرة مين اللي هيختار التقويم المتحرك الشفاف ومين هيختار التقويم المتحرك التقويم الثابت، مين اللي هيختار؟ الدكتور. ليه؟ لأنه هو المسؤول عن النتيجة. والكات كام دي أشعة يعني أو تصوير زي الكات كام؟ تصوير مش أشعة. يعني دي كاميرا، كاميرا بتصور ثلاثي الأبعاد، دي بنحطها على الأسنان أو بنوجهها ناحية السنين وبنعمل لها فيديو، بنصور كل الأسنان، بنصور العلاقة الرأسية ما بينهم، بنصور اللون، بنصور شكل اللثة، بنصور كل حاجة. وبعد كده بنعمل لها سند على جهاز معين بيخرط الألاينرز ديت بطريقة معينة، إن إحنا بنغير مكان السنين اللي مش في مكانها دي بنرجعها مكانها بطريقة تخيلية. وبنطبخ عليها أو بنخرط عليها الجهاز الألاينر ده، فهو جهاز الألاينر هيكون ضغط على السنة في الاتجاه اللي إحنا عايزينه، بس بيتكرر كتير. يعني كل ألاينر بنقع بيه مثلا أسبوعين، وبعد كده ناخد اللي بعده أسبوعين وناخد اللي بعده. عيبه حاجتين، أول عيب ما بيشتغلش على الحالات المعقدة. تاني عيب المفروض أنه يتلبس 22 ساعة في اليوم، كتير قوي يعني اليوم كله ما عدا ساعتين أكل. لو المريض ما التزمش بال 22 ساعة يبقى الألاينر ده مش هيقوم بالوظيفة بتاعته. هتيجي تلبسي اللي بعده هتلاقيه مش داخل، فتضطري ترجع للدكتور تاني نعيد المقاسات ونعيد التصوير تاني. فنبدأ ان احنا بدل ما الحالة مثلا هتاخد 6 شهور هتاخد سنة او 9 شهور. طب دي ليه حالة زي كده لو هو تقويم يعني ما تلبسش الثابت؟ ما انا بقولك في ناس اللي بتفضل المتحرك علشان ما تحطش البلاطات الثابتة على الأسنان، شكلها مثلا مضايقها نفسيا او حاجة، تقولي لا انا هختار التقويم المتحرك. لو الحالة تصلح بقول لها اوكي، بس هي وهي ما التزمتش بقى بالرولز دي بنقابل مشكله، ان الحاله بدل ما هتخلص في التايم دوت هيبقى تايم ونص، يعني بدل اكس 2 اكس او اكس ونص كتير. ده عيبه. وعيبه ما بينفعش في الحالات المعقده اللي خطواتها كتير. ايوه. الثابت بقى، التقويم الثابت، التقويم الثابت في منه انواع؟ اه في منه انواع وفي منه الوان واشكال وقصص طويله. هو كل مشكلته مع الناس ان هم بيتضايقوا من شكل البلاطات الثابته. عملنا ايه؟ عملنا بلاطات شفافه، عملنا بلاطات ليها شكل ملونه، عملنا البلاطات شكل ستار ونجمه وضفدعه وورده وكل اللي احنا عايزينه، عملنا ملون، عملنا حاجات كتير قوي. بحيث ان اللي هيركب التقويم الثابت نعمل له اللي هيريحه نفسيا علشان ما يبقاش متضايق، لانه ممكن يقعد بيها سنه ولا حاجه. فبنحاول ان احنا اكتر حاجه ما نخليش المريض متضايق. لكن الفكره بتاعت ان هو مثلا لازم يعمل تقويم ثابت احنا نحول المتحرك علشان نرضي، دي فكره غلط. هي ديت الغلطه التشخيصيه اللي كنت بتكلم فيها. ما ينفعش الحاله تتشخص غلط ونمشي في الطريق لحد اخره نكتشف ان احنا ما وصلناش، فنرجع نقول طب نجيب من الاول تاني. بقى مشكله كبيره للمريض وللدكتور. احسن سن للتقويم امتى؟ في بعض الحالات بتبدا من 6 سنين زي الحالات العضه المعكوسه، ولكن معظم الناس بنبدا على سن البلوغ او لما النبي يبدا ينزل، ده بيبقى الوقت المثالي للتقويم. ولكن ده لا يمنع ان احنا لو عندنا طفل على 6-7 سنين نوديه للدكتور نشوف هو حاله عضه معكوسه ولا لا، هو محتاج حاجه تتعمل ولا لا. يعني مثلا الاطفال اللي عندهم مشكله مص الصوابع دي مشكله كبيره. انت عارفه ان انت لو سبتيه لحد السن البلوغ كتر حط صباعه في بقه بيعمل بروز في الفك العلوي، بيعمل لنفسه ضب. لو دوت انا بكتشفه على طول اول ما الطفل بيجي لي هنعمل معاه ايه؟ بنحط له جهاز بيمنع الموضوع ده. في ناس عندها مشكله انها بتطلع لسانها وهي بتتكلم بتطلعه بشكل متكرر، ده بيعمل مشكله، ده ممكن يزق السنين بتاعه الفك السفلي يعمل لنفسه عضه معكوسه من العاده السيئه دي. فمشكله العادات السيئه دي مشكله لازم نودي الطفل للدكتور من بدري، علشان لو الموضوع دوت موجود لازم نعالجه قبل سن البلوغ. علشان هو ممكن ما يكونش محتاج تقويم ونحتاج نعمل له تقويم نتيجه حط صباعه في سقف حلقه. طيب في ناس بنشوفهم بيعملوا التقويم في سن كبير، يعني انا شفت حد فوق ال 40 مثلا. يعني هل في السن الكبير ينفع التقويم او يجيب نفس النتيجه لو حد اتاخر ان هو يعملها، مثلا ما عملهاش خلاص في سن البلوغ ولا في سن المراهقه، كبر او كبرت ولسه الموضوع ده مضايقه،
يقدر يعمله في السن الكبير ده ويجيب نفس النتيجه؟ اه مفيش اي مشكله خالص. دكتوره اسراء، ايه الارشادات اللي بتديها للمريض بعد ما يعمل التقويم؟ بصي، اهم ارشادات ان احنا نحافظ على نظافه الاسنان بتاعتنا اثناء التقويم. ده شيء في منتهى الاهميه. الناس بتكسر ليه؟ لان ليه فرشه تقويم معينه لازم يقف ما بين البلاطات نفسها وينظف، لازم ما بين الاسنان يتنظف، لازم نهتم بالنظافه جدا. عاده اللي بيبقى عامل تقويم بيبقى مكسل، دوت موضوع مش صح. ولازم نهتم ان احنا نروح الدكتور في الميعاد اللي هو محدده. لكن فكره عندي امتحانات مش فاضي، عندي ظرف، نروح للدكتور مره كل 3 4 شهور، دي فكره، دي مشكله. ليه؟ لان احنا لو محددين الحاله ديت تخلص مثلا في 9 شهور، مع التاخير بالشكل ده ممكن توصل لسنتين. طب ليه؟ هل صح ان احنا نلتزم بالمواعيد ونروح للدكتور في ميعاده؟ المشكله الثانيه برضو اللي الناس كلها بتخفى عليها، بعد ما نشيل التقويم لازم التثبيت. لازم، انا من الناس اللي بتعمل 4 اجهزه تثبيت، بعمل داخلي وبعمل خارجي علشان اتاكد جدا ان مش هيحصل مشكله. ولو الجهاز الخارجي اللي هو اللي بيتشال وبيتحط ضاع، ابقى انا مثبته من جوه بحيث ان ما يحصلش اي طارئ يحدث في السنان، السنان ترجع او يحصل اي مشكله. دايما الناس تقول لك انا مش عايزه اعمل تقويم عشان انا فلانه عملت واسنان رجعت تاني. طيب هل انت التزمتي بجهاز التثبيت؟ لا. طب هل الدكتور عمل لك تثبيت داخلي وخارجي؟ لا. طب هل انت تابعتي ورحتي؟ لا. طب ما هو لازم هيحصل مشكله. فهماني؟ بس غالبا يعني التقويم يبوظ، يعني السنان ترجع مثلا لورا تاني او تتعوج تاني؟ ممكن ترجع تاني، بس ما بترجعش بنفس النسبه، ممكن ترجع شويه صغيرين. يعني مثلا لو كانت السنه مثلا رجع 3 4 مللي، ممكن ترجع نص مللي. بس طبعا هو اللي بيعمل تقويم بيبقى حساس قوي، بيبقى شايف قوي السنه ديت اللي هي مركز. طبعا لان هو تعب علشان يوصل ان هو يطلع السنان جنب بعضها. يعني فلو كمالة التعب بقى يبقى التثبيت. بالظبط. دي مشكله بتخفى على الناس كتير. لا، ده لازم التثبيت، تثبيت باكتر من اتجاه، باكتر من جهاز. ده في منتهى الاهميه. ده طبعا ده بلس ان احنا من الاول نبقى مشخصين الحاله صح. يعني لو حاله عندها فراغ في خط النص نتيجه وتر الشفوي وما احنا ما قصناهوش، تاكدي ان بعد ما نشيل جهاز التقويم حتى لو عاملين تثبيت داخلي، الوتر دوت هيرجع يفتح المسافه تاني ونرجع تاني خط النص اتفتح. لازم طبعا من الاول التشخيص يكون مثالي، بحيث ان احنا نبقى متاكدين ان احنا لما نعمل تقويم السنان دي مش هترجع تاني. في طريقه لو في بعض الاسنان بترجع في مرونه زياده في الاربطه اللي حوالين الاسنان، في مشكله ما، لازم ليها اكتر من طريقه علاج. بس المشكله ان المريض يجي ويلتزم ويلتزم بالاجهزه، لكن هو ما بيجيش وما بيلتزمش بالجهاز، فتلاقي في الاخر دي طب هعمل ايه؟ وانا لازم المريض يجي. ايوه، لازم كلنا يكون عندنا ثقافه ان احنا نروح للدكتور السنين. لازم. دكتوره اسراء، انا بشكرك جدا في نهايه حلقتنا. ميرسي حبيبتي. شكرا يا حبيبه قلبي، وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.